الآن نشرة الأخبار مع عبد الرحمن النجار. طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. البرلمان يرفع جلسته الاستثنائية بعد التصويت على تعديل نظامه الداخلي وحسم بدلاء نواب الكتلة الصدرية. الخنجر يعاهد الصدر بإصلاح حقيقي يعيد مكانة العراق، ويؤكد المجريات أثبتت للسيادة عنوان وطني راسخ. القضاء الأعلى يؤشر أسباب تكرار المخالفات بعد إجراء الانتخابات ويعلنها، خلافات الساسة أضرت بالدستور. مرحبا بكم من جديد. البداية من الشأن النيابي، حيث رفع مجلس النواب جلسته الاستثنائية برئاسة محمد الحلبوسي بعد أداء 64 نائبا بديلا عن لليمين الدستورية من إجمالي 73 لشغل مقاعد نواب الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان. وشهدت الجلسة عدم حضور 9 من النواب البدلاء لتأدية اليمين الدستورية، كما تضمنت التصويت على إجراء تعديلات على النظام الداخلي للمجلس. وجاء انعقاد هذه الجلسة بناء على طلب تقدم به 50 نائبة بعد مضي أكثر من أسبوعين على بدء العطلة التشريعية الأولى للبرلمان المستمرة حتى منتصف الشهر المقبل. أما أن ينضم إلينا من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب مراسلنا علي عبد الكريم. مرحبا بك علي. علي، بعد التصويت أو أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء، ما الذي استجل داخل قبة البرلمان؟ هل من جديد؟ مرحبا بك عبد الرحمن وبكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية. يعني لا جديد بعد انتهاء جلسة اليوم، وهو كان يعني مزمع من قبل رئاسة البرلمان أن يكون هناك حضور لأغلب أو تأدية اليمين الدستوري للنواب الجدد. هناك تفاهمات أيضا كانت على شكل الحكومة القادمة من قبل بعض الأطراف، هناك شروط أيضا وضعها السيادة والديمقراطي الكردستاني على الإطار من أجل أن يكون يعني من أجل أن يتم تشكيل الحكومة القادمة. هناك يعني بعض الشروط التي وضعها السيادة والديمقراطي الكردستاني من أجل أن يكون هناك تفاهمات لتشكيل الحكومة القادمة. بالتالي يعني كل هذه التفاهمات ستسفر على أن يكون هناك تأدية، أن يكون هناك تشكيل للحكومة القادمة. أيضا الحزبين الكرديين تحدثوا أن هناك تفاهمات، ومن الممكن أن يكون هناك بيان موحد بين هذه الحزبين من أجل أن يتم الخروج وأيضا تسمية رئيس للجمهورية خلال الفترة القادمة بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي الأول. كل هذه التفاهمات ستسرع بتشكيل الحكومة القادمة، وبالتالي يعني هذه الاجتماعات وهذه الإجراءات وأيضا تصويت النواب الجدد اليوم على تشكيل الحكومة سيكون له يعني هذه ستكون له تفاهمات من أجل أن يتم تشكيل الحكومة القادمة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع سينضم لنا نائب عن ائتلاف دولة القانون. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله. بداية عرفنا عن نفسك، احنا الآن على الهواء مباشرة. النائب فيصل حسان نايلي عن الإطار التنسيقي ائتلاف دولة القانون. نتحدث عن المرحلة القادمة، بالتالي ستكون مرحلة مهمة خاصة بعد تأدية اليمين الدستوري اليوم من قبل النواب. اليوم شيء مفرح حضور السادة النواب، بالرغم من أنهم يتمتعون بفصل تشريعي إلا أنهم غلبوا مصلحة الشعب، مصلحة العراق، وحضروا جميعا في هذه الجلسة. وتم تأدية اليمين من قبل السادة النواب الجدد الذين نتمنى لهم التوفيق في خدمة بلدهم وتشريع القوانين المهمة
وبالتالي الشروع ونعمل الشروع من كل الكتل السياسية في المرحلة في الأيام القادمة إلى حوارات جادة وحوارات إيجابية من شأنها أن تؤدي إلى اختيار رئيس الجمهورية. وأكيد ندعو أخواننا الحزب الديمقراطي والاتحاد إلى يعني تغليب المصلحة الوطنية والاتفاق على شخصية لرئاسة الجمهورية التي من المؤمن إن شاء الله بعد عيد الأضحى المبارك الجلسة القادمة ستشهد إن شاء الله انتخاب رئيس جمهورية وما بعدها تكليف الشخصية التي سوف يتم الاتفاق عليها لرئاسة الوزراء والكابينة الوزارية. سيكون شكل الحكومة القادم في ظل انه الإطار التنسيقي هو نحن مع ان تكون هناك حكومة توافقية من الجميع. لا نريد ان يكون هناك كتلة خارج عمل الحكومة الا اذا رغبت هذه الكتلة او النائب المستقل ان يبقى في المعارضة، فهذا يحترم الرأي ومن حقه، لكن نعمل انه تكون هناك حكومة توافقية. الأهم من ذلك هو أنه أن تكون بالفعل حكومة لديها برنامج حقيقي، لا أن يكون حفرا على ورق، ولن نقبل ما لم يكن هناك حقيقة، يعني أمور من شأنها أن تغير الواقع الموجود في العراق بدءا بالوضع الأمني انتهاء إلى الوضع الخدمي الذي اليوم الكل غير راضي عنه. وبالتالي يتوجب علينا أن نتوجه بشكل كبير إلى اختيار حكومة فعلا حكومة خدمية ولديها برنامج حكومي قادر على تغيير الوضع وإيجاد كل الحلول للمعضلات التي تواجه اليوم أبناء الشعب. الحديث الذي تتحدثون عنه، البعض يتحدث أنه لا تتشكل الحكومة في ظل عدم وجود التيار الصدري، بعض تحدث انه ممكن الايام القادمه كل الخيارات هي متاحه، احتجاجات على اليوم التيار الصدري. حقيقه نحن جميعا يعني تاسفنا انسحاب التيار الاخوه في الكتله الصدريه، لكن هذا رايهم وبالتالي لا يمكن ايقاف عجله العمل، وبالتالي هذا رايهم ورايهم محترم. كنا نتمنى العدول عن هذا القرار، لكن هناك اصرار وتوجيه من سماحه السيد المقتدى الصدر، وبالتالي مجلس النواب احترم هذه الإرادة واليوم أدوا اليمين الدستوري البدلاء، وبالتالي هناك انطلاقة جديدة ويجب على الجميع الشعب بكل مسمياته وطوائفه الإعلام بشكل يعني خاص أنه يجب أن تكون هناك فرصة لاختيار الحكومة والبدء بمشروعها الحكومي، وأن تعطى فرصة على الأقل سنة في قضم هذه اليوم الأمور الصعبة التي سوف تواجهها الحكومة القادمة. سؤال أخير، الديمقراطي الكردستاني وأيضا السيادة تحدثوا عن شروط من أجل المشاركة في الجلسات القادمة، يعني لماذا اليوم تحدثوا؟ هم هناك كانوا في تحالف مع الكتلة الصدرية، وأعتقد ما يعني لم يأتوا بشيء جديد، وكل كتلة سياسية إذا كانت لديها شيء أو شرط وفقا للدستور هذا حق وحق واستحقاق لهذه الكتلة، نتعامل مع الدستور هو الفيصل في كل الاستحقاقات بما فيها الاستحقاقات للإطار وغيره. شكرا لك، حياك الله، أهلا وسهلا. عضو ائتلاف دولة القانون. نعم عبد الرحمن، مثل ما شاهدت هذه نعم. هي الإجراءات الآن داخل مجلس النواب، يعني الإطار التنسيقي اليوم تغير موقفه داخل مجلس النواب بعد أول جلسة حدثت، يعني اليوم كما شاهدنا الإطار التنسيقي يبدو يعني أكثر اليوم واضح أنه موضوع الأغلبية والموازين التي اختلفت أيضا داخل الجميع في انتظار موقفي تحالف السيادة وكذلك الديمقراطي الكردستاني بعد مناقشات اليوم. بكل تأكيد، وأيضا هم تحدثوا عن شروط ممكن أن ستكون خلال الفترة القادمة. صحيح، شكرا لك علي عبد الكريم مراسلنا من داخل قبة البرلمان. سياسيا، اتفق تحالف السيادة بزعامة الشيخ خميس الخنجر على دعم العملية السياسية وتأكيد المطالبة بحقوق المحافظات المحررة وجماهيرها في أي حراك قادم. جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعا برئاسة الشيخ الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقيادة التحالف في بغداد لمناقشة آخر المستجدات السياسية. شدد هذا البيان خلاله على ضرورة الخروج بموقف موحد إزاء العملية السياسية. إلى ذلك أكد رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر أن التحالف
عنوان وطني راسخ فيما وجه شكره للسيد السطا. الشيخ الخنجر قال في تغريدة له إن المجريات أثبتت أن تحالف السيادة عنوان وطني راسخ سعى ويسعى إلى منظومة حكم عادل وقوي، موجها شكره للسيد مقتدى الصدر على موقفه التاريخي وتضحيته من أجل الوطن، فيما أكد أن التحالف سيبقى على العهد في إصلاح حقيقي يعيد للعراق مكانته وللعراقيين حياة كريمة يستحقونها. هذا واستقبل رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر القائم بالأعمال البريطاني جيمس داونر في مقر تحالف السيادة ببغداد. الشيخ الخنجر أكد في تغريدة له أن الحديث دار عن أهمية الدعم الدولي للعراق في مكافحة الإرهاب وتدريب القوات العراقية، إضافة إلى أهمية الشركات البريطانية في دعم البنية التحتية وإعمار المحافظات المحررة. من جهتها أكدت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني خلاص الدليمي مضي حزبها وتحالف السيادة في إنقاذ الوطن لكونهما يمتلكان العديد من المشتركات ولديهما تفاهمات جوهرية على خطوات الإصلاح. ما زلنا مجتمعين وموحدين بالكلمة والقرار، وكانت كل اجتماعاتنا بقرار واحد، سنمضي متحدين إذا مضت الأمور إلى نهاية الدورة على هذا الأساس، على اعتبار أنه السيادة هم بحاجة إلى الكرد، والكرد البارتي أيضا هم بحاجة إلى الطرفين. لدينا علاقات ومصالح متبادلة في المحافظات المناطق المادة 140، لدينا مشاكل مشتركة، لدينا هموم مشتركة فيما يتعلق بالمغيبين والتعويضات ومشاكل كبيرة، لهذا سنمضي بطريق واحد وموحد. نبقى سياسيا، حيث أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن عدم تسمية رئيس الجمهورية حتى الآن مخالفة دستورية لانقضاء مدته القانونية، فيما أشار إلى أنه من دون وجود جزاء لمخالفة نص دستوري أو قانوني معين تصبح تلك المخالفة وكأنها إجراء أو تصرف مشروع وقابل للتكرار، انطلاقا من قاعدة من أمن العقاب خالف القانون. وذكر زيدان في مقابلة مع صحيفة الصباح الرسمية أنه بسبب الخلافات السياسية بين التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات حصلت خروقات دستورية عديدة وما زالت مستمرة، وأن البعض اتخذ من اللجوء إلى المحكمة الاتحادية وسيلة للظهور الإعلامي والاستعراض، مشددا على ضرورة إعادة النظر بنصوص الدستور وصياغتها بشكل يتناسب والمتغيرات السياسية التي حصلت خلال السنوات الماضية، فيما لفت إلى أن الاتهامات الموجهة للقضاء بأنه مسيس غير صحيحة، لكن ينظر لها بسعة صد لأننا في مجتمع شرقي لا يتقبل خسارة الأشياء بروح رياضية، وفق قول زيدان. كما ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان مع رؤساء محاكم إقليم كردستان الاستئنافية سبل معالجة الإشكالية القانونية التي تخص عمل المحاكم في عموم البلاد. جاء في بيان ورد للمجلس أن القاضي فائق زيدان استقبل رؤساء محاكم استئناف أربيل والسليمانية ودهوك بمناسبة حضورهم اجتماع اللجنة القضائية المشتركة بين المركز والإقليم لمعالجة الإشكالية القانونية التي تخص عمل المحاكم في عموم البلاد، وحضر الاجتماع كلا من رئيس هيئة الإشراف القضائي ورؤساء محاكم استئناف نينوى وكركوك. صحيا، أكدت وزارة الصحة أن مرض الكوليرا المنتشر حاليا في عدد من محافظات البلاد مسيطر عليه، فيما دعت المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية. وقال مدير تعزيز الصحة العامة هيثم العبيدي أن فريقا من المركز الوطني توجه للمحافظات التي انتشرت فيها الكوليرا وقدم الدعم المطلوب لإسناد الدوائر الصحية في علاج الحالات، وأشار إلى أن الموقف ما يزال تحت السيطرة ولا داعي لإثارة الخوف والهلع بين المواطنين، مؤكدا على الالتزام بالتوصيات والإجراءات الوقائية. من جانبه ناقش مجلس وزراء إقليم كردستان الإجراءات الكفيلة بمنع تفشي مرض الكوليرا في محافظات الإقليم، وعرض وزير صحة الإقليم سمان برزنشي خلال اجتماع المجلس الأسبوعي تقريرا موسعا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من تفشي أمراض الإسهال الحاد والكوليرا والسيطرة عليها. هذا وأوعز المجلس إلى الجهات المعنية بمواصلة الإجراءات المتخذة لمنع انتشار المرض ومعالجة مصدره ومسبباته، لا سيما تنظيف الموارد المائية وتوعية المواطنين بهذا الشأن.
في غضون ذلك أكد المركز الاستشاري الطبي التابع لوزارة الصحة استمرار عمله لإصدار البطاقات الدولية للقاح كورونا حتى في أيام الجمعة من كل أسبوع لتسهيل إجراءات الحصول على البطاقة وتلافي حدوث زخم من المراجعين. المركز أكد أن عملية إصدار البطاقة تتضمن مرحلتين، الأولى تتمثل بتدقيق البيانات ومطابقتها في البطاقة كما موجودة في الجواز من حيث الاسم وعدد الجرع وتاريخها، والمرحلة الثانية تتمثل في إصدار البطاقة وعادة لا تستغرق أكثر من خمسة دقائق، في وقت أشار فيه المركز إلى أن تعليمات مطار بغداد الجديدة تنص على إلزامية استخراج البطاقة الدولية لغرض السفر خارج العراق، ومن غيره لا يستطيع أي شخص السفر لأي دولة. مكتب الاستشارة الطبي من الخدمات اللي يقدمها خدمة إصدار بطاقة اللقاح الدولية تتضمن مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة تدقيق البيانات، والمرحلة الثانية اللي هي مرحلة إصدار البطاقة. مرحلة تدقيق البيانات لازم تكون معلومات المواطن مطابقة مثل ما موجود بالجواز كاسم وكجرع وكتاريخ مثل ما موجودة بكرت اللقاح. عملية الإصدار ما تطول من دقيقة إلى ثلاث دقائق، المسألة فقط مسألة الدور، من يوصل دار المراجع يذيعون باسمه مباشرة يطب يصدر الهوية. لحد هذه اللحظة تمام عملية الإصدار مستمرة، لأنه مو كل المراجعين ولا كل المواطنين تلقوا اللقاح. يعني لحد هسه احنا اليوم يجونا مراجعين ما متلقي الجرعة الأولى أصلا، بينما تعليمات مطار بغداد أكو مراجعين هسه وبعض الدول تطلب ثلاث جرع مو جرعتين، ولهذا السبب احنا مستمرين بها والغاية هذا اليوم حتى أيام الجمعة موجودين بها. هسه احنا حاليا مستمرين بإصدار البطاقات الدولية، بس للأسف بعض المواطنين إلى الآن ما ماخذين الجرعات مال اللقاح مالتهم، مع العلم أنه مطار بغداد وبعض المطارات الدول العربية والأجنبية مطلوب عندهم الكارت الدولي اللي هو على أساس تأخذ اللقاح على أساسه يصدر لك الكارت الدولي. طبعا هو الإجراءات البطاقة الدولية إجراءات سلسة جدا وأسعارها يعني تكاليفها مو غالية، يعني تكاليفها حاليا للجواز العراقي 30,000. كل اللي مطلوب من عندك كارت اللقاح الدولي وصورة شخصية وجواز السفر لغرض الإصدار والبطاقة. يعني طبعا المدة الإصدار تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق لا أكثر. إلى ذلك أعلنت هيئة الأنواء الجوية في البلاد عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. وذكر بيان للهيئة أن طقس البلاد اليوم غد سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية مغبرا يتحول إلى صحو تدريجيا، مبينا أن درجات الحرارة سترتفع قليلا عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد. أمنيا، أفاد مصدر أمني في صلاح الدين بإصابة 3 من أفراد الجيش نتيجة تعرض نفذه تنظيم داعش الإرهابي شمالي المحافظة. أبلغ المصدر أن قوة من الجيش العراقي حاولت نصب كمين لعناصر التنظيم في حدود جزيرة الحضر بين شمالي صلاح الدين وجنوبي نينوى، مبينا أن القوة تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر داعش الإرهابي كانوا يستقلون دراجات نارية. وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة 3 جنود فيما تصد قوة أخرى للإرهابيين. في شأن منفصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني تكليف جهاز الأمن الوطني بمنع عملية تهريب المشتقات النفطية من البلاد وتخويله بصلاحيات استثنائية. قالت الخلية في بيان أنه لغرض السيطرة على تهريب المشتقات النفطية ومعالجة شح الوقود في بغداد والمحافظات قررت القيادات الأمنية تكليف مفارز الأمن الوطني وبإسناد تشكيلات أمنية أخرى للسيطرة على تهريب المشتقات النفطية، فضلا عن تخويلها بصلاحيات استثنائية تضمنت مصادرة المنتوجات النفطية المهربة والصهاريج والعجلات المستخدمة وكذلك تفتيشها. يبدو أن الحقول النفطية التي تزخر بها كركوك تحولت إلى نقمة أثقلت كاهل السكان. أزمة وقود تشهدها المدينة منذ 3 أشهر والحلول ترقيعية بحسب وصف المواطنين. قرارات متضاربة لا تفضي إلى فك للاختناق الحاصل في الطوابير التي تقف ساعات من أجل التزود بالوقود. التفاصيل في سياق هذا التقرير. جدل محتدم لا يكاد ينتهي وقرارات متضاربة تحاول الخروج بحلول منصفة،
هنا في كركوك حيث الوقود والطوابير التي تتصدر حديث الشارع منذ 3 شهور، بين مقترح ومصدر للقرار وبين مواطن يتساءل عن المنطق الذي يفترض أن يفضي إلى وفرة في المنتوج بمدينة تسمى بالذهب الأسود. توجيها من سيد مدير عام شركة منتجات نفطية الأستاذ حسين طالب المحترم، تم وضع آلية جديدة هي برنامج رقابة إلكترونية على المحطات لبنزين، وطبعا هذه أساسها لعدم تكرار تجهيز السيارات بالوقود أكثر من مرة باليوم الواحد. طبعا هذه هم أيضا قلل من الازدحامات والطوابير اللي تصير في هاي المحطات اللي توزع بها بنزين وشيل الزخم وساعات انتظار للمواطنين، إن شاء الله سهل أمر. وتضمن أيضا هذه الآلية حقوق المواطنين الكركوك خاصا بالذات اللي حصل على حصة المقررة. عبر الكوبون الإلكتروني بإمكانك أن تتزود من المحطات الحكومية وفق التسعيرة المثبتة 450 دينارا للتر الواحد، بينما لو كنت زائرا أو وافدا إلى المدينة سيكون عليك الوقوف بطابور لا بداية له ولا نهاية من أجل أن تحصل على وقود بألف دينار للتر الواحد. والله أني مدير مدرسة ومدرستي خارج المحافظة، يعني أمشي 50 كيلومتر أروح 50 كيلومتر أرجع، وأعرف أنت هاي البنزين شلون وهالحر هذا. شنو مطلبك؟ والله مطلبي واضح كلش، يعني إحنا هالكروك شنو ذنبنا؟ يعني إذا واحد يتاجر ليش يحسبوننا كنا تجار؟ يعرفون التاجر منه ويعرفون المواطن الاعتيادي، وعندنا هوية عندنا بطاقة سكن خليهم يمشون عليها. كل 8 أيام يحق لأصحاب الكوبون الإلكتروني أن يتزودوا بحصة خصصت سلفا، 40 لترا للخصوصي و80 لمركبات الحمل و120 لترا لسائقي الأجرة. اليوم عفتها بالبيت وطلعت لأن ما بيها بنزين، وباكر وصل السراي تروح أفول من الحكومة، والأهلي هاشوف عينك بلف دينار وسرى واصل مفتر راجع لهنا، يعني شلون أفول؟ والله ما أفول، ألف دينار قد، أنا ترى خارج المحافظة يعني خارج كركوك، من أروح وأرجع يعني 10 دينار ما تكفيني. جغرافيا كركوك لن تسعفها في أن تضمن حصة الوقود لسكانها، وقوعها إلى جانب محافظات وصل فيها سعر اللتر الواحد إلى 1300 دينار زاد الأزمة تعقيدا هنا. الاعتماد على الكوبون يبدو ليس كافيا لحلحلة ما يجري. لقناة الفلوجة عبد الله العامري كركوك. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذها عمليتي ضبط لحالات تجاوز على عقارات مملوكة للدولة في محافظة نينوى. وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان لها إن مديرية تحقيق نينوى نفذت عمليتي ضبط منفصلتين بناء على مذكرات قضائية نتج عنها ضبط 4 متهمين بالاستيلاء على 88 دونما من الأراضي العائدة للدولة في المحافظة والبالغة قيمتها أكثر من 16 مليار دينار. من نينوى إلى الأنبار، المشكلة بدائرة التقاعد لا تختلف كثيرا عما يحصل في مؤسسة الشهداء والجرحى في محافظة الأنبار، حيث هناك أكثر من 6000 معاملة متوقفة منذ أكثر من 6 أشهر بحجة التدقيق والحد من تزوير والتلاعب الذي يقوم به المعاقبون. تفاصيل أوفى نتابعها في هذا التقرير. انقطاع يستمر لشهره السادس، وفي الوقت ذاته استمرت معه معاناة المتقاعدين الذين يواجهون صعوبات الحياة في ظل هذا الغلاء، بعد أن توقفت رواتب أكثر من 5000 معاملة بحجة التدقيق من قبل مؤسسة الشهداء العامة في بغداد على أثر توجيهات قامت بها الجهات الأمنية والقضائية بالكشف عن حالات التزوير في معاملات المتقاعدين. ابني عندي 4 أطفال وقفوا راتب هذا الشهر المضى، هسه راجعتني أنا يقولوا روح للمؤسسة هم اللي وقفوا راتبك. هاي شهداء كل أكثرهم وقفوا راتبهم. يعني هاي معاملتي من 2016، وهذا شوفوا هذا شو اسمه القصاصة من 2016 راحت البغداد ويخابروني يريدون 10 ملايين ويريدون 10%، أنا ما عندي أدفع. المزور يدفع لأن ما خسران المزور، معاملته مزورة، المعاقبين يمشون معاملاتهم. دائرة التقاعد في محافظة الأنبار أكدت بأنها جهة تنفيذية وأن توقف هذه المعاملات خارج صلاحياتها،
بالإضافة لعدم اشتراكها ضمن لجان التدقيق التي تقوم بها الجهات القضائية المختصة، التي تسعى من خلال هذا الإيقاف إلى الحد من حالات التزوير التي يقوم بها المعقبون داخل الدائرة. طبعا الإيقافات الأخيرة صدرت لغرض التدقيق والتمحيص لإخواننا المتقاعدين، وبنفس الوقت لإنهاء عمليات التزوير إن كانت في هذه المؤسسة. الدور تقاعد محافظة الأنبار في هذه اللجان ليس لنا أي دور في اللجان التدقيق والتمحيص، هذه الأدوار أخذتها دائرة صحة الأنبار واللجان الفرعية. دائرة تقاعد محافظة الأنبار هي دائرة تنفيذية، ولا يوجد لدينا فيما يخص طبعا وفي القانون مجرد الأضبار ترسل إلى دائرة تقاعد محافظة الأنبار على الفور يتم صرف مستحقاتها المالية. تصاعد المطالبات من المتقاعدين للجهات المعنية هنا في المحافظة بالتدخل وإطلاق رواتبهم ومستحقاتهم واللجوء إلى طرق أكثر فاعلية في كشف المزورين وليس عن طريق إيقاف رواتب المتقاعدين. أكثر من 6000 معاملة متوقفة هنا في دائرة التقاعد في محافظة الأنبار منذ أكثر من 6 أشهر بحجة التدقيق والكشف عن المعاملات المزورة من قبل مؤسسة الشهداء، ليبقى أصحاب هذه المعاملات بانتظار إطلاق رواتبهم ومستحقاتهم. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة. بعد تنبؤة بأن العراق قد يمر بأزمة مائية تولد الجفاف في نهري دجلة والفرات، اتجهت الأنظار صوب بحيرة الثرثار كأكبر بحيرة في العراق، وذلك من خلال نصب مضخات عائمة تمكنها من سحب الخزين المائي من جوف الأرض ورفض نهري دجلة والفرات، وبكلفة مالية تقدر ب200 مليار دينار. تقريرنا التالي يتحدث عن هذه العملية. بعد أن أصبح دجلة والفرات لا يسدان ظمأ العراقيين، تتركز اليوم جهود الموارد المائية حول بحيرة الثرثار لأول مرة بعد عام 2003، والتي تعتبر أكبر بحيرة في العراق، من خلال نصب محطات عائمة ترفد النهرين بالمخزون المائي لمواجهة شح المياه. موقع الثرثار هذا الموقع المهم اللي حقيقة بذلت وزارة الموارد المائية جهود كبيرة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب أكبر كمية ممكنة من مياه خزان الثرثار لرفد نهري دجلة والفرات. إجراءاتنا مستمرة كوزارة، وهناك إجراءات عديدة، واحد من هذه الإجراءات لمعالجة الشحة هو سحب أكبر كمية ممكنة من الخزين الميت من خزان الثرثار، بالإضافة إلى إجراءات عديدة شملت كافة المحافظات. الهدف من عدها هو حقيقة تصدي لأزمة وشحة المياه اللي يعاني منها البلد. موقع الثرثار الاستراتيجي الممتد بين نهري دجلة والفرات جعل لهذه البحيرة أهمية كبيرة في العراق، لا سيما أنها عانت الإهمال لسنوات عدة، إذ يقدر الخزين الميت فيها من الماء حوالي 40 متر و85 مترا مكعب من الخزين الحي. بحيرة الثرثار هي من البحيرات الاستراتيجية الموجودة في العراق، وهذه البحيرة لها أهمية كبيرة في تغطية العجز الذي يحدث في نهري دجلة والفرات. وحاليا العمل مستمر في بحيرة الثرثار هو نصب المضخات العائمة للاستفادة من الخزن الميت الموجود في بحيرة الثرثار، وهذا الخزن الميت موجود في البحيرة الذي يعتبر لا يمكن الاستفادة منه في الحالات الطبيعية إلا بعد نصب محطات ضخ وسحب هذه المياه. وزارة الموارد المائية تؤكد أنها لا يمكن الاستفادة من الخزين الميت إلا بعد نصب هذه المحطات العائمة لسحب المياه وضخها في ناظم التقسيم وتوزيعها بين نهري دجلة والفرات لمعالجة شح المياه في بلاد الرافدين. تعتبر أكبر بحيرة في العراق وتمتد بين نهري دجلة والفرات بمساحة تقدر ب3000 متر مربع. إنها بحيرة الثرثار بمخزونها المائي البالغ 85 مليار متر مكعب، تتجه إليها الأنظار اليوم لمحاربة شح المياه خصوصا في محافظة الأنبار. من أمام بحيرة الثرثار أحمد ناجي، قناة الفلوجة.
ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. البرلمان يرفع جلسته الاستثنائية بعد التصويت على تعديل نظامه الداخلي وحسم بدلاء نواب الكتلة الصدرية. الخنجر يعاهد الصدر بإصلاح حقيقي يعيد مكانة العراق ويؤكد المجريات أثبتت للسيادة عنوان وطني راسخ. القضاء الأعلى يؤشر أسباب تكرار المخالفات بعد إجراء الانتخابات ويعلنها خلافات الساسة أضرت بالدستور. مشاهدينا، للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم مشاهدتنا على مواقع التواصل الخاصة بالفلوجة الإخبار.